على جرار، عارف ان هو مفاجأة بس هو كانت دي الحقيقة. كنت في البلد عندنا عند جدي، ورامي ابن عمتي قرر انه علمني من الزن عليه، عايز اتعلم يعني. سافرت العالم كله بقى جوه مصر طبعا، رحت المنصورة كتير لان انا منصوراوي، دمياط، كفر الشيخ، اسكندرية كتير بقى، ساحل. عمري يعني لو الساعة 5 الفجر والوحدي في الإشارة بفضل واقف. موال هو اللي استبن في الحفظ والصون تحت هنا حضرتك، يعني البضاعة تحت هنا تمام. هي موال بقولك ينفع الجيتار نقضيها جيتار كده أحلى. شفتها وعلي جرى دي جامدة وبفترة. مقاس الكاوتش 17 نيتروجين، لو نيتروجين غير وهوا غير يعني بتفرق يعني. نيجي بقى نسأل الدينامو، ايه قول لي بقى ايه هو الدينامو ده يا محمد؟ الدينامو ده هو اللي بيغذي البطاريه تمام. اوقات ساعات كده لما تلاقي الدينامو باظ تمام، ممكن تبدا تستخدم طوب ايه وتقعد تدقدق عليه. عندنا ايه بس يعني قصه كده طويله بلاش نشغل نفسنا بيها يعني. انا سمعت ان هايدي موسى بتعلن التحدي الركنه معايا، وانا قبلت التحدي، وانا مش هتكلم، انا هخلي الجمهور هو اللي يحكم مين فينا اللي بيعرف يركز. يلا بينا. اتمنى بعد الوجبه الدسمه ازاي ان احنا نركن عربيتنا ان انتوا تكونوا استمتعتوا النهارده وعرفتوا ازاي نركن عربيات بعد كده.